داخل هذه الورشة يبدع حرفي عاصمة المرجان بالطرف في تحويل هذه الجوهرة إلى حلي تقليدية مرصعة، بعد أن استعاد مرجان القالة بريقه باحتلاله الرقم واحد عالمياً. احنا الحمد لله رب رزقنا في مدينة القالة بأحسن كاليتي في العالم، هو المرجان الأحمر المعروف بمرجان مدينة القالة. في الدورة التكوينية الأولى على وسط مستوى الوطن في تحويل وتثمين المرجان. كم احنا في مدينة القالة المرجان تاعنا معروف الأحمر الداكن، معروف على مستوى العالم. شباب القالة ساهموا في إعادة المرجان الأحمر إلى الواجهة من خلال فتح أبواب الورشات التكوينية أمام المهتمين بهذا المجال. تكوين وحبينا أن نبدع فيه ونستغلوه في أحسن حاجة، اللي هي صنع القلادات والإسوارات والحوايج الملاحة اللي في المرجان أننا استغليناها. اليد العاملة، مش نزيدوا اليد العاملة، يعني نقصوا من البطالة وندخلوا المادة العملة الصعبة للبلاد، مش ندخلوا العملة الصعبة للبلاد، لازمنا تصدير. هذه المادة الأولية درك رانا نشروها مع عند المؤسسة الوطنية للمعادن ولا نشروها مع عند ليزونشير، بصح هذا ما يكفيش أن باش نصدر الثروة تاعنا نصدرها للعالم، أنها الكمية ما تكفيناش يعني مع عند ليزونشير نشروا خطرة في العالم. غرفة الصيد بالقالة كان لها فضل كبير في إعادة تكوين الشباب في هذه الشعبة الرائدة، تكوين سيساهم أكثر في رفع التحدي بين مختلف الحرفيين.